إقليم كردستان يمر بمرحلة حساسة للغاية بسبب الأزمة السياسية الحالية وأسلوب الإدارة في الحكومة العراقية، بالإضافة إلى التهاجم الفعلي على المبادئ التي بنيت على أساسها الدولة الجديدة في العراق. لا نقبل من الآن فصاعدا أي محاولة للتطاول على الدستور العراقي وإهمال المواد الدستورية وتجاوز الفترات المحددة في الدستور لمعالجة القضايا المتعلقة بالشعب الكردي. يجب على الحكومة الاتحادية عدم الخلط بين تنفيذ واجباتها تجاه مواطني إقليم كردستان والمحافظات وإعطائه حصصه وحقوقه مع الصراعات السياسية في العراق، وعدم استعمال هذه الحقوق كورقة ضغط على أي إقليم أو محافظة. سياسة النفط والغاز في إقليم كردستان تسير بحسب تلك الحقوق التي منحها الدستور العراقي لإقليم كردستان، وبالرغم من جميع العقبات والانتقادات والصراعات الداخلية، لكن هدفنا الأكبر كان تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والذي كان عاملا في تحقيق النجاح. ولذلك يجب عدم مزج هذه المسألة استراتيجية بالصراعات السياسية والحزبية الضيقة لضمان مستقبل أفضل لشعب كردستان.